يسعد صباحك دكتور يسعد صباحك دكتور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الصوت واضح اه واضح ان شاء الله ننتظر قليلا دخول زملائكم الطلبه ان شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الصورة واضحة عندكم واضحة دكتور صباح الخير صباح الخير أول شو أخبارك الله يرضى عنك طول عمرك دكتور الله بدأنا المحاضرة الماضية موضوع الأصناف المقاومة في النبات وتعتبر هذه الطريقة أو تطبيق المكافحة المتكاملة من أفضل الطرق من حيث المزارع اللي عنده نبات مقاوم فليس له حاجة لأي طرق مكافحة أخرى إذا كان مقاوم بالدرجة الأولى حكينا درجات يعني منيع كمقاوم فمش بحاجة يكافح الافه لأنه يعني مش راح يتأثر عليه أو ما تصيبش أو إنه كان مقاوم جدا نسبة المقاومة تبعته عالية جدا فبكفينا من الطرق المكافحة الأخرى ولذلك أفضل سلاح ضد الآفة هو أن تجد صنف مقاوم للآفة هذا موضوع بدينا في المحاضرة السابقة وعرفنا مقاومة النبات انه النبات يمتلك صفات معينه من خلالها اما بتجنب الاصابه الحشريه او في حاله الاصابه انه يشفى منها ولا تكون مؤثره عليه يستطيع انه يكون في يعني واجباته كامله تمام والشفاء من الإصابة إذن عملية إمتلاك النبات صفات بتجنبه الإصابة أو يشفى منها ذكرنا إنه أنا بدي أقارن نباتات معينة ولدي أصناف معينة. انه هل يوجد عندي مقاومه، هل يوجد صنف مقاوم اكثر من صنف، صنف حساس، صنف مش حساس. يجب يكون الاختبار تبعهم في نفس الظروف. يعني اعمل تجربه وادخل جميع الاصناف في هذه التجربه بنفس الوقت، واعرضهم لنفس الظروف. بذلك انا بحكم انه هل يوجد صفات وراثيه مقاومة للنبات لصنف معين أو مش مقاومة تطبيقين معنا الحوارات معنا معك دكتور معك يا دكتور شو الفرق بين النوع والصنف نوع نباتي صنف نباتي اه دكتور تفضل نعم يا دكتور ايش حكيت سؤالك الفرق بين النوع والصنف دكتور النوع اعم من الصنف صح؟ النوع يشمل عده اصناف صح دكتور؟ اكيد بس انا بدي اشوف يعني الفرق العلمي ناتي الان يعني بس نرتب المعلومات الصنف جزء من النوع يا دكتور ويكون ذو مواصفات مثلا صحيح صحيح خلينا نرتب المعلومه احمد نحكي على اصناف مثلا عندي انا نجي الان هسه وقت قطاف الزيتون والزيتون هو نوع كان حي بحد ذاته يستطيع التزاوج يعني الزيتون بتلقح من زيتون اخر وينتج حبوب وهذا الحبوب ممكن انت تزرعها ويطلع لك نبات اوكي والنبات هذا كمان ينتج فالزيتون هذا عندنا نوع وعندنا اصناف متباينه مثل صرف نبالي نبالي محسن كي 18 اي يعني، روماني، سوري هذا كله زيتون ولكن تختلف بين بعضها في بعض الصفات في بعض الصفات التركيبية، بعض الصفات يعني كمحتوى مواد معينة، شكلية إلى فإحنا بنسمي هذا الاختلاف في بعض الصفات وتمايزها عن مجموعة أخرى من داخل النوع في النبات صنف صنف آه بندوره كذا، صنف آه بتنجان كذا، اوكي؟ تبعات لنفس النوع. بالنسبة للكائنات الحية الأخرى كحيوانات بنسميه نوع تحت النوع يعني. سب سبيشيز بنسميه، وكله كله سب سبيشيز. مثلاً في الميكروبات، الفطريات، البكتيريا مسميها سلالة. نسميها سلاله اوكي نحكي سلالة النحل الكرنيولي الإيطالي القوقازي سلالات أوكي فنحن نبحث عن كائن حي مثل النبات أوكي لديه بعض الصفات التي تميزه عن أفراد المجموعة النباتية اللي هو موجود فيها بحيث انه بفضلها وهذا بنحكي قاعدين صنف مقاوم يعني مجموعة من الافراد يتشابهون في صفات معينة تمام وراثية وهذا الصنف بيكون مقاوم لا احنا الصفات هاي موجوده ايش مصدر الصفات؟ ايش مصدر التنوع؟ في مجتمع الكائنات الحيه. كيف انا ممكن يعني يكون عندي اختلافات بين افراد المجموعه الواحده او يكون عندي اختلاف بين كائن حي وكائن حي. وطريقه التكاثر التكاثر الجنسي وهو خلط الماده الوراثيه. معايا شباب؟ معك يا معاك دكتور معك دكتور معك تمام دكتور اه, أه بدنا يعني نحكي قاعدين على فلسفه هذه الامور علميا انه انا عندي مثلا تكاثر خضري وتكاثر جنسي التكاثر الخضري بيعطيني أصلاً نفس الصنف نفس الكائن الحي باخذ فسيله من نخله بتطلع زي العمايه باخذ مثلا قطع من نبات وبكثره خضريا او كل شيء زي هيك تطلع نفس الام ولكن اذا اخذت البذره واللي هي ناتجه عن التلقيح الجنسي تعطي يعني نبتة الام ما بتعطي النبتة الام بتعطي نص صفات الاب ونص صفات الام مضبوط التلقيح التلقيح ماده وراثيه اخذها من البويضة من النبات الأم وحبوب اللقاح من الذكر نبات الأب صحيح؟ صحيح طيب. مضبوط دكتور هذا طيب. عملية هذا عملية الخلق الجنسي تعطيني تغيرات في المجتمع تغيرات في المجتمع مش كله زي الإماية مضبوط يعني هسه نحكي اذا بدك تزرع ال... ال... البذر تبع النخيل بيطلع لك يمكن كل كل بذر صنف معين صفات تختلف عن النخل الثاني احنا بنحافظ على صنف بالتكاثر الخضري، لكن وما احنا بدنا نعمل تهجينات بدنا نعمل تربية نبات اللي هو مشان انا انقل الصفة المقاومة في نبات الى نبات اخرى باخذ التكاثر الجنسي فهو التكاثر الجنسي يعني معجزات ربنا في التنوع بين الأفراد في مجتمع كائن حي معين وهذا يجعله مرن في مقاومة الظروف المحيطة فيه من آفات ومن ظروف بيئية معينة الاختلاف هذا اللي بخلي بعض الافراد تواكب الظروف السيئة وتستطيع العيش فيها. فهمتوا؟ تمام دكتور. آه. اذا مصدر المقاومة والتنوع في مجتمع الكائنات الحية هو خلط المادة الوراثية بحيث يصبح عندي اختلافات بين الأفراد تمام وهذه الاختلافات بتفيده إنه يقاوم الظروف الموجودة بحيث إذا صار ظرف معين سيء على غالبية الموجودين في هذا المجتمع يكون هناك مادة وراثية عند بعض الأفراد نتيجة التكاثر الجنسي تمام كيف يستطيع من خلال هذه الصفة إنه يقاوم قاوم المقاومة لظروف بيئية لظروف حياتية لمفترسات لمطفلات و... لذلك الآفات بشكل عام نحكي زي المن أوكي بتكاثر عذري خلال الموسم ولكن نهاية الموسم على سبيل المثال يكون عندك ظرف طارئ أو ظرف سيء تلجأ للتكاثر الجنسي للحفاظ على البقاء تبعها. اذا المقاومه نجعلها لها انه بدها تتجنب الاصابه او بدها تشفى من. وتحدثنا على درجات المقاومه عندي خمس درجات وتقسم يعني وترقيما بتكون واحد لخمسه اقوى درجات المقاومه هي المناعه الايميونتي هذا لا يتضرر اطلاقا لا يصاب اطلاقا من النبات بتحط يعني النبات بتحطه بين صنف نباتي معين مع الاصناف الثانيه بنصابش بالمرة وراح نحكي ايش ممكن يكون عندنا يكون عنده في يمتلك سلاح كيماوي مواد كيماوية معينة بتضر الآفة بتضر الآفة أو يكون عنده صفات شكلية نسيجية تمام ما بيستطيع الآفة ما تستطيع مثلا تغرز أجزاء الفم فيها أو إنه فيها أشواك أو صلابة الخلايا إلى إذا كانت هذه الأصناف بتضررش المقاومة العالية بتكون تصاب ولكن بكميات ضئيلة جدا مستوى منخفض من, من الضرر يعني بتكون تنصاب لكن أقل من المعدل الضرر الكلي الحساسة أقل من المعدل الكلي والحساسية العالية تمام بيكون ضررها واضح جدا عن معدل الضرر بدي تفهموها كأنه عندي أنا تجربة معينة عندي آه خلينا نحكي 100 نبات عرضتهم لتجربة وأخذت معدل الإنسان خلينا نحكي يصاب هذا النبات بنسبة 50% منه من آفة معينة وهسه الآن عندي أصناف معينة وحطيتهم النبات اللي انا كانك طبيعي النبات اللي له معدل طبيعي اللي هو زي يعني ابو ال 50% حطيته حطيت الاصناف الثانيه الصنف المنيع مع العدوى تاعت الاصابه ما انصاب بالمره المقاوم مقاومه عاليه خلينا خمسة 5% مستوى منخفض من الضرر انصاب 15% الحساس انصاب 60% فوق ال 50% اكثر من المعدل تبعه والحساس جدا انصاب 90% كثير بعيد عن المعدل تبعه حكينا في عندي ظواهر يسموها المقارن الكاذبه اوكي وممكن كمان حكينا انه هاي المقاومه قد تكون وراثيه غير وراثيه، لكن إذا كانت هذه العوامل مش وراثيه، كيف بسميها مقاومه كاذبه؟ كيف مقاومه كاذبه؟ صنف انتج مبكرا. أوكي؟ تتفادى الإصابه لأنها يعني عمليه النضوج تمام؟ قبل أجت قبل الوصول للأفئدة. هي فعليا ما تعرضت للافه ولا تغذت عليها الافه حتى اشوف انه والله قاومت ولا ما قاومتش. هي هربت من الفتره اللي كانت فيها الافه حاضره بنضوجها المبكر. في المقاومه المؤثره انا ممكن اعمل بعض العوامل البيئيه تمام منذ من يعني ظروف حراره ورطوبه ومواد ومغذيات اوكي؟ زي كيف الواحد بياخذ مضادات حيويه او بيتقوى بأخذ بياخذ فيتامين سي اوكي انا دعمت دعمت المقاومه تاعت النبات في عناصر اخرى اضفتها للنبات وبذلك اصبحت مقاومه حطيت بوتاس حطيت فوسفور بتعرف كمان يعني نحكي يعني حساسيه النبات قد <applause> تتاثر في عدم الاتزان في الاسمده ذكرنا لكم ان الاسمده نيتروجينيه قد تؤدي الى النبات حساسيه لا بصير غض بصير في كذا ومحبب جدا لحشره المن وافه الحلم وبالعكس اذا انت عمل قسيت النبات وعوملته هناك زدت مقاومته وهذول الاولى والثانيه جيده ولكن الهروب بطريقه الصدفه انت بتكون مفكر حالك انه عندك نبات مقاوم هو في الاساس صدفه لم ي... يعني تاتي الافه باي طريقه يعني هو حساس ولكن الافه ما اجتوش من ذلك ما صابش فهو بالطريقة الصدفية هرب من الاصابه وانت بتفكره مقاوم هذه مقاومه, مقاومة كاذبه فبنحكي على ميكانيكية المقاومه أول شيء عند التحمل وعند التضاد الحيوي تفضيل عدم التفضيل ومقاومة بواسطة الهواء حكينا التضاد الحيوي تضاد حيوي انتي بيوسيس شيء ضد حياه الحياه, الحياة؟ شيء ضد حياه الحشره اوكي بياثر على بقاء الحشره نمو الحشره ااا أطوار آآ المب... اطوارها كذا يوجد في النبات عوامل تضاد حيوي انه هذا النبات يحتوي على مواد او تاثيرات معاكسه على حياتيه الحشره يعني عوامل قتل للحشره عوامل بتخلي الحشره مش بشكل جيد مثلا تاثيرها على البقاء والنمو الدوري موت الأطفال المبكر من الحشرات غالبا ما يذكر كذلك على التضاد الحيوي حكينا كمان نقص التغذيه الحشره بحاجه لكميه معينه من البروتينات، كميه معينه من الكربوهيدرات مشان تقوم في عملياتها وتنمو وتتكاثر وتتعذب. فاذا كان عندها النبات لا يستطيع ان يزود هذه الحشره بالكميات الكافيه من الغذاء لتكمله حياته فهو مش راح يكمل حياته ثلاثة وبذلك بتكون ايش؟ هذا عوامل تضاد حيوي، يعني اما بتوجد مواد يؤثر على الحشرة وأطوارها أو نقص في الغذاء في طبيعة الغذاء نوعية الغذاء اللي مش مناسبة للحشرة مانعات التغذية مطبطات نمو اليرقات خليط من اثنين نبات مقاومة ضد الآفة مثل الحفارات في الرز الأصناف القوامة القفازات هاي وجدوا انه يوجد, يوجد مواد سامة أو غير قادرة على توفير مواد غذائية المناسبة إذا أنا التضاد الحيوي وجود مواد سامة تمام أو مانعات تغذية أو نقص في توفير المادة الغذائية اللازمة الله التفضيل وعدم التفضيل النبات حكينا انه الحشره بتدور على النبات تتعرف عليه وهي بتبحث على, على هذا النبات اوكي لونه بطبيعه اللي الخارجه من الفواحه او زي هيك هذا اللي بيجذبها وعدم او عدم جذب للحشره فالاصناف اللي بتكون اقل جذبا هي بتكون اكثر مقاومه عليها بعض الشعيرات عليها بعض التراكيب المورفولوجيه الخارجيه شكل النظر الخارجي كما ممكن تكون جذابه او غير جذابه ذكرنا لكم ذبابة هيشن هاي اللي بتهاجم القمح وجود الزغب يعني الشعيرات اللي على النبات غير مفضل لها وبذلك هي هذه الطريقه من طرق الطريق المقاومه حكينا لكم على الحلم الحلم بحب الشعيرات اللي موجوده على النبات مشان بتخبى بداخلها بتكون بطائله له الحمايه من الاعداء الحيويه بحط الافرازات الحيطيه الشبكه العنكبوتيه اللي بعملها فاذا كان الورقه ملساء بفضلهاش الحلم فهذه احد المقاومات المقاومة بواسطة الهرب حكينا عنها الهرب حكينا عنه في حالة انه صنف مبكر او صنف متأخر فهو يعني خلينا نحكي سميناه المقاومة كاذبة ولكن المقاومه بواسطه الهرب هون قد تكون وراثيه حكينا على اساس البطاطا الحلوه انه بتهرب من الآفة بحيث انه تكون عدم توافق بين الطور الحساس للنبات مع وجود الافه وبذلك بتهرب من الاصابه يعني ها نكون بالتوقيت يا دكتور الهرب التوقيت بالضبط بالتوقيت بالتوقيت, بالتوقيت كاسم مبكر حكينا إنه هاي اصابه إيه يعني مش ايه يعني بسموها آه هربت بالكذب يعني تشيد وريزيستن وهذا التوقيت تبعها اثناء الموسم انه يعني صرت انا في فتره معينه من يعني. بهرب من الوجود تبعي بهرب من المبكر او متاخر صح؟ ممكن اثناء الموسم نفسه اه يعني البطاطا الحلوه شو هي؟ شو الثمره تبعتها حبايب جذور فرعيه البطاطا ايش هي؟ جذور فرعيه جذور اه اذا كانت هي هالسوسه بترجع الجذر وتاخر مثلا الجذر في الخروج هربت الان مظبوط؟ اثير اثناء نمو ترتيب المراحل تبع مش الهروب انه انا بحكي قاعدين على صمت مبكر ومتاخر، لا، صمت موجود لكن الفتره الحساسه تبعته هربت منها عن طريق انه تاخر في المفهوم انا اللي بدي اوديك اياه يعني هي لم تتعمد هذه الحبه بتاعت البطاطا انه تكون هي لكن نتيجه الاختلافات في مجتمعها النبات حكينا عن طريق التكاثر الجنسي وجدت بعض الافراد لها هذه الميزه بوجود هذه الحشره تبينت هذه الميزه انها جيده اوكي وعلى على مرور الفترات اللي عاشتها عاش نبات البطاطا الحلوه هذه النباتات التي تحوي هذه الصفه هي اللي نجحت في اكمال حياتها واصبحت موجوده الصفه هاي للاجيال القادمه. نفس ما بنحكي احنا قاعدين عندنا صمت مقاومه حشره مقاومه لمبيد. برش انا اول رشه بقدر على 98% من المجتمع الاخر ولكن عندي 2% مقاوم هدول راح يعيشوا السنه الجاي او الجيل اللي بعده تمام اوكي وبلاقي كل كلفتهم مقاومين لان انا قتلت الميت قتلت الضعيف قتلت الحساس مزبوط معايا حبايبي معك كده. هسه الان انا عندي مجتمع معين في صفه مقاومه ان كانت مقاومه لافه او الافه مقاومه لمبيد. حكينا يعني المجتمع فيه افراد بيختلفوا وراثيا عن البقيه و اجى ظرف قاسي بحيث قتل لي الافراد الحساسين وتبقى اللي عندهم صفه مقاومه هم اللي عاشوا هم اللي كملوا المسيره فالجيل اللي بعديه بتلاقيه غالبيتهم من الناس اللي من الافراد اللي المقاومين هيك انا حافظت اللي الحي على المعيشه تبعته البطاطا الافراد اللي عندهم هذه الصفه انه عدم وجود الافه في وجود مرحله الحساسه مع النبات هدول اللي عاشوا وطلعوا له بطاطا واستمرت في المعيشه فانا بالنسبه لي كعالم او كمزارع او كذا لما شفت الحاله هاي تبين لي انه هاي تحتوي على صفات وراثية مكنتها من العيش في ظروف في الظروف الصعبة من الإصابة بالحشرات وكثرتها واستخدمتها هيك بتطلع معنا الأصناف اكتشاف الأصناف إيش طارق بتعرض عليك كمية كبيرة من الكائنات الحية في جزء من الكائنات تكون الأمور يعني ما تأثرش وهذا ما تأثرش بيعود إلى صفات وراثية يمتاز فيها هذا الكائن حكينا ميكانيكيات متعددة انه هاي ال نتيجه العلاقه بين النبات والافه في جميع مراحل علاقه الحشرات بالنبات ممكن تدخل لي هذه المقاومه ممكن مرحله التوجيه حكينا وهي جاي تدور الحشره وبدها تفضل النبات بدهاش تفضل النبات آه له مواد خاصه ببثها روائح عطريه ببثها درجة اخضرار معينة إلى هي قاعدة تتوجه إلى النبات قد يكون هناك نبات مفضل أكثر من نبات في عملية التوجيه وبذلك الغير مفضل يعتبر مقاوم مرحلة التفنة. زي تميز الألوان يا دكتور تميز الألوان الرائحة تبعت النبات البروتال كومباوند اللي بتميز النبات برضه يعني هو جاي هي جاي وهي قاعدة بتتوجه للنبات وتبحث عنه هون إذا كان هناك تفضيل إذا أنت عندي مقاومة شيء مفضل غير مفضل ما أنا أعتقد تبعد عنه مثلا مرحلة التغذية في رواحل آه عن بعد تبعد أو اللي تيجي بتذوق النبات فيها بتلاقي إنه في مواد آه يعني طاردة إلها إذا حكينا عن المرحلة الاستفادة من الغذاء إنه هذه المواد الغذائية الموجودة غير كافية إلها في مرحله نموها بقاء وانتاج البيض وضع البيض فقس البيض في هذه المراحل كلها بنلاقي احد الطرق المقاومه تدخل فيها يعني انا عندي من مرحله التوجيه الى اكمال الدورات الأخرى هاي، هاي هاي حلقه كامله اي مرحله من المراحل هاي بدخل فيها المقاومه تكسر لي الحساسيه تبعت المراحل حكينا انه كيماكيات بتقوي يعني قد تؤثر استجابة الذوق في الحشرات نتيجة وجود عوامل مرتبطة بوجود أو غياب مواد خاصة. إن الحشرات بدها فيتامينات معينة سكريات وأحماض أمينية. أوكي. إذا ما لقتها ما راح تيجي على النبات ما بتفضلوش. البازالي الحساسة الصابة بالسوس هناك علاقة إيجابية بين تركيز كربوهيدرات كلية في قشرة البذور عندي كربوهيدرات في القشرة, القشرة عالية جدا تلاقي البازالي حساسة قليلة جدا بزالية السوس بتفضلها هي أحد بيجي على العوامل اللي تؤثر على المقاومة كانت عوامل مظهرية وبيوكيميائية أو عوامل إيش بيئية عوامل داخل النبات ان كانت كيمياء او الشكل الخارجي هاي الكيمياء الحيويه موجودة في النبات او شيء بالشكل الخارجي المورفولوجي تبع النبات او شيء النقطه الثانيه من العوامل هي العوامل البيئيه خلينا نجي الان المظاهر الكيميائيه وذكرناهم تؤثر العوامل البيئيه على السلوك والعمليات الفعاليات الحيويه داخل جسم الافي بينما تؤثر العوامل المظهريه أو شكلية عم كيكين التنقل تغذية وضع البيض البلع إذا الآفة العوامل الكيميائية بتأثر على سلوكها العمليات فعاليات الحيوية داخل الجسم أما الشكل الخارجي بيأثر لي على إيش تنقل الآفة في شوف الشوك تغذية صلبة مش صلبة وضع البيض تبلع شونة هضم الطعام هاي إيش كده. ومن بين العوامل المظهرية شكله ولون النبات حكينا عنه مثل الاعوان مظهرية لوحظ ان سمك جدار الخليه الداخل في التغذيه وميكانيكية وضع البيض في الحشرات اذا كانت سميكه ومتناسبوش ما بقدرش يتغذى عليها واذا بده يوضع البيض داخل النبات بواسطه الابره تبعته آل وضع البيض اذا كانت صلبه ما راح تعيق وضع البيض وهذه لما نحكي سمكات او باللهجه العاميه تمام سمك الجدار هذا يعني ترسبات الكالسيوم السيليكا في جدار البشره اوكي فيها كالسيوم فيها سيليكون يعني فيها صلابه وهذا احد الاسباب خصوصا في العائله النجيليه المواد المقاومه في يعني في جدار البشره لبعض المحاصيل النجيليات للمقاومة هو وجود السيليكا والكالسيوم بعض الحفارات سجلت مقاومه وعزيت الى صلاة صلابة الساق وتأثير الزغب الموجود على سطح النبات يختلف بصورة كبيرة في الحشرات وعادة الداخل مع تغذية وضع البيض وحركة الحشرات اوكي عوامل العوامل هي المظهرية والبيوكيمية مواد كيميائية معينة او شكل خارجي عندي بعض الامثلة على المواد الكيماوية المواد الكيماوية هي بشكل عام احنا فينولات فين بولي آه. آه. يعني المواد الطيارة هاي الجوسي بول هي مادة موجودة في القطن الجوسي اوكي الجوسي بي هو القطن وجد ان القطن يوجد مواد بوليفينول اوكي هي هي سبب مقاومة دودة القطن ودودة براعم القطن ضد القطن، القطن القطن فرع القطب لوحد عن اصناف القطن المقاومه تقاوم في براعمها الزهريه فمن تت... مثل من ضعفين الى ثلاث اضعاف كميه قصبول موجودة في الاصناف الاخرى وهذا دورة تؤثر على تطبيق العلاقات واخر المجتمعات مواد خاصة جوسيبول هاي مادة خاصة في القطن فقط موجودة في القطن النباتات الموجودة تحتوي على كميات كبيرة من هذه المادة وجد أن في البراعم تكون وجد أنها إيش بد مقاومة أعلى لدودة جوز وبرامته مركبات بشكل عام يعني العطرية الكيماوية الفنولية هي سلاح كيميائي في الدفاع من قبل النبات ضد الأمراض الفطرية والإصابة بالسناريو. الذرة الصفراء في مادة اسمها الدمبا أو دايمبا. وهذه المادة وجدت أنها هي السبب في مقاومة الذرة الصفراء إلى أظفار الصاخ الأوروبي. الأوزينون، أورايزينون، أورايزينون، أورايزين هو الرز. أوكي. حكينا بيسيبول، أورايزينون. عندك نيكوتين مثلا في الدبت. ما نفس الشيء هذه ماده لوزين وجدت ماده كيموية وجدت تجذب الاناث الوضع البيض في حفار ساق الوزن عمليه عكسيه صابونين مواد كيمياويه مرتبطه مع اصنام من جد واللي هي على البرسيم لافات مختلفه تشترك العوامل الوطنيه مع الكيماويه في اظهار صفه مقاومة في بعض اصناف المقاومه في بعض اصناف القطن المقاومه لدود الجوز القطني وفي وزن بها نقص النبات والاوراق الملساء تحتوي كلايا على ماده الجلوكوز والرحيق في ازهارها قليله او معدومه اذا قد تتجمع عندي صفات كيماويه مع صفات مظهريه للحساسيه او للمقاومه جينا على النقطه اللي هي العوامل البيئيه حراره رطوبه بالاخص التربه انها بتاثر على قابليه النبات مقاومه الاصابه بالافات الصنف يعني الصنف مقاوم في احد المناطق أو واحد البيئات قد يكون حساس في مناطق أخرى أو بيئات أخرى. حكيت إنه أنا صرت بدي يجيني من برا يصرف نبات معين يجب إنه يندرس في بيئتنا حتى في كل بيئاتنا بيئاتنا لو عندنا عدة أنواع من البيئات عند الصحراء وعند الجبل وعند الغور وعند الكذا، كل بيئة لها خصوصية معينة. يعني انا والله عندي يعني نبات جايب لي من بيئه بارده وبقول لك انا متاكد انه في الغرب نجحت هو النبات نفسه بيدوس في الغرب بده يقاوم صعب اذا معروف ان درجات الحراره مرتفعه والمنخفضه تقلل قابليه المقاومه كذا تقلل شده الضوء زياده الرطوبه النسبيه والأسمدة النيتروجين ورطوبه التربه المقاومه واحده بواسطه العنبيه يسيطر عليها بيئات بل هي وقتيه لانها تتفاعل مع الطبيعه اذا يعني انا ممكن انا يكون عندي العوامل البيئيه اما بتزيد من المقاومه او بتقلل للمقاومة المقاومه والعوامل البيئيه المقصود فيها كل شيء غير حي بيشمل الاسمده والري ولا حسناً لما نيجي على العوامل الوراثيه لكي يكون برنامج تربية المحاصيل المحصلة المقاومة ذو قيمة يلزم أن تكون مقاومة معروفة. عندي هناك عدة نوعين من المقاومة. مقاومة عامة أو مقاومة خاصة مقاومة أفقية أو مقاومة عمودية ماذا نقصد بالهوريزونتال اورجينال ريزيستنس وماذا نقصد بالفيرتيكال فور سبيسيفيك ريزيستنس المقاومه العامه الافقيه بس الان عندنا حكينا المقاومه عباره عن صفة ماشي حبايبي بقى لنا دقيقتين صفه معينه هذه الصفه من المسؤول عنها؟ جينات معينه صح؟ اذا كانت هذه الصفه مسؤول عنها اكثر من جين فهي افقيه عامه، واذا كان مسؤول عنها جين واحد لاظهار بتكون عموديه بتكون عموديه، اوكي؟ الجين الواحد اذا انوجد هاي في مقاومه من وجدش مقاومة. مقاومة. لكن العامة بيكون مثلا خمس جينات عشر جينات راح واحد بتقل المقاومة نسبة معينة ولكن إيش؟ بتضلها مقاومة فمين أحسن؟ اللي أكثر من اللي أكثر من جين مقاوم العامة اذا المقاومه العامه والافقيه المقاومه تتحكم بها عده جينات ثانويه اوكي ويمكن لتاجينها يمكن زياده المقاومه عن طريق تراكم الاليل اللي هي العضويات الجينيه المقاومه المتخصصه هذا النوع من المقاومه يتحكم به جين رئيسي احادي بدلا من عدد جينات لكن هذه المقاومه غير مفضله للمربين لان العلاقه هنا تظهر جين بالجين